واحد عزيز عليه يدوز من الضايات ديال الماء، راه ديك النار جا اوي عواج عواج بكل تواضع. جابوا لي واحد الفقيه قرا عليه، هضر مع داك الشيء اللي ساكنه، قال لي هذا راه بنتي كانت دايره العرس وطيح من فوق العماريه حتى انا غنهرسو. الفقيه قال لي نعرف الشيطان خرج منه ما عمرو يبقى يدوز من حدا الضايات. اخرج منه داك الجن ولا السيده يدوز من حدا شي ضايه، يقول لهم ابارك ما درتو بالرفاعيه والبنين بكل تواضع.